المشاهد ينتظر الإجابة منك، ما هو دليلك على تبرئة قيس النامق؟ نعم. وأخوته؟ نعم، حقيقة احنا تابعنا حتى الأسلوب التحقيق اللي صار من قبل الأشخاص المعتقلين. أنا قلت لك أنا عندي عدة جوانب تدل على هذا الشيء باليقين. كان المرافق عزت اسمه مثنى وأخوه صهيب الدوري. دقيقة، مرافق عزت الدوري؟ مرافق عزت الدوري أي؟ اسمه مثنى. مثنى اللي كان يأخذ البريد الرسائل اللي تصدر من الرئيس العزت والعكس. نعم. وأخوه اسمه صهيب، هذول اثنين مكلفين يأخذون الرسائل من عندنا يوصلوها العزت والعكس. قبل أن يلقى القبض على العقيد محمد، مثنى كان ملقي القبض عليه قبل أيام. طيب. مثنى اللي هو مرافق عزة الدوري. زين. بعد أن أسر الرئيس بيوم أو يومين، الأمريكان أخذوا العقيد محمد إلى مثنى اللي هو مرافق عزة الدوري. عزة الدوري. فبدأ محمد يسأل مثنى، يقول له مثنى ليش ما تدل الأمريكان على عمكم؟ على عمك يعني، يقصد على عزة الدوري. على عزة. قال له منو انت؟ ما عرفك. قال له ما تعرفني انا العقيد محمد. قال له ما عرفك ولا متواصل وياك. قال له لا، كنت تاخذ الرسائل من عندنا توديها العزة والعكس. فاعترف، كل شيء انتهى. طبعا كلمة كل شيء انتهى، هذا العقيد محمد تتردد على لسانه في كل المواقف. ذكرت لي قصة عندما فتح باب الملجأ، يعني هاي على السماع من الناس الموجودين اللي هم أخوت قيس النامق، فقال له أطلع سيدي كل شيء انتهى. وعندما سلم الأموال، هو محمد يقول للرئيس نعم أطلع سيدي كل شيء انتهى، وصار بيناتهم يعني بعض الكلام بين الرئيس وبين محمد. وعندما سلم الأموال وهو باليوم الثاني لأسر الرئيس اللي هو يجي ويا الموساد والأمريكان وسلم الأموال المدفونة المتبقية قسم منها، وبعد اعتقال أخي الأصغر مني أخذوه، هذا أخوي حكالي الأصغر مني، قال جابوني أني والعقيد محمد. فمحمد قال لي دليهم على الأموال كل شيء انتهى. كل شيء انتهى. تقصد أنه هذه الكلمة كل شيء انتهى ترددت على لسانه كثيرا. الناس ما تعرق بنا، يعني ما ناس ما تعرف ما ناس ماكو تواصل. يعني القصة اللي سمعتها من مثنى، مثنى وصل لأنه الحزب ببكتها ما اتخذ إجراء ضد قيس، لأنه مثنى من طلع من السجن راح نقل هذا العزة، قال له جابوا العقيد محمد مرافق الرئيس وطلب مني كذا كذا، فاللي سلم الرئيس هو العقيد. فعزة ما اتخذ أي إجراء ضد قيس ولا كحزب اتخذوا إجراء ضد قيس، لأنه برأوا القيس، الحزب برأ قيس بأنه هاي عرفوا ولكن ما علنوا. الرئيس اتهم ربع قيس عشك بأنه ما حد يعرف المكان غير النزلني، يعني ما عنده خلفية الرئيس بأنه ما يجري في الخارج، بأنه المرافقين إلهم علم بالملجأ، هاي ما كانت في ذهن الرئيس. فلذلك عتبة واتهام موجه الربع قيس على اعتبارنا الأشخاص الوحيدين اللي يعرفون بيب الملجأ، وهم اللي فتحوا باب الملجأ وهم اللي طلعوا. فهاي راح الرجل إلى جوار ربه وهاي راحت وياه، وما قدرنا نوصل له إياها للحقيقة، يعني حتى من شان بالأسر ما قدرنا، يعني الموضوع مو سهل علي أنا إذا أتكلم، الموضوع مو سهل علي. يعني هل الجمهور راح يقول هذا يتكلم على أخوه دي يتكلم، هذا معناتها بيناتهم حقد، ناس تكره ناس، متختلفين على أموال. المشاهد يعني يقول لك من حقه أن يفسر أو يشكك، ولكن أنا تربيت بديوان أبويا ونحل مشاكل الناس اللي يجونا ونفصل ونعرف الحقيقة شلون. فهل شخص صرابي بديوان، أنا صاحب دلة وفنجان ومضيف، مو صاحب مدينة، وهذا تربيت عليه هذا، ولكن يعني ما أقدر أتكلم غير كلمة الحق. زين، إذا تقول أنت صار يعني تبادل كلمات أو بين الرئيس وبين العقيد، نعم، ليش الرئيس يذكر العقيد؟ لأن الرئيس يعرف أجابهم هو العقيد محمد، يعرف. ليش ما قال؟ لأنه هو يعتبر العقيد محمد ما خان الخانون اللي طلعوه من الملجأ، اللي مستسر بيهم وانحفر الملجأ على ايديهم وانبنى على ايديهم، وهذا سر مكتوم بين قيس وأخوة قيس والرئيس،
ما يعرفون بين المرافقين والحماية. فهو يقول يجوز سلواني انقضب يجيبهم. شنو الحوار اللي دار بين الاثنين يعني؟ أو يعني الكلمات اللي هذا اللي أنا استفسرت من قيس وأخوت قيس، قالوا عند بعد أول مرة ما فتح الملجأ ولا نزل له من الهمر. يعني هو أراد بأنه اللي يفتح الملجأ بالضغط هم أخوت قيس حتى يكونون هم الواشين، هو جابهم للمزرعة وانتهى الموضوع. ولكن يعني بباله بأنه أخوت قيس هم اللي لازم يفتحون الملجأ. بعد أخوت قيس أكلتهم الكلاب والدماء مالتهم موجودة لحد الآن على الحيطان مال المزرعة وما اعترفوا. الكلاب الأمريكية؟ الكلاب الأمريكية وما اعترفوا. هنا الأمريكان راحوا عليه قالوا له تتكذب علينا؟ ماكو الرئيس. بدأوا أن ينسحبون يعني. قال لهم لا، أخذهم وراح على مكان الملجأ. هاي الرواية يعني هي ذكرت بالرواية الأمريكية وذكرت لي من قيس وأخوت قيس. فقالوا إجا وضرب برجله على المكان وقال لهم هنا، ووخر البساطة اللي بجنبها ورفعها بيده للفلينة، ومن رفعها قال أطلع سيدي كل شيء انتهى. فهاي الرواية اللي طيب هنا الآن وصلنا إلى نهاية هاي القصة اللي أصبحت واضحة. نعم. للعيان. طبعا لربما هناك من يقول هذا الكلام غير صحيح أو يشكك به أو لربما يصدق هذا الكلام. أكيد